إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيشرفني أني ألتقي بكم في البرنامج دهوا، تعالوا نقرأ معا هذا الكتاب. وإحنا قضينا مع بعض لغاية دلوقتي 21 حلقة قرينا فيها 6 فصول من كتاب السيرة المطهرة. وفي الحلقة دي اللي هي الحلقة 22 هنستكمل قراية المبحث الثالث بعنوان صدق الإمام المهدي عليه السلام. في الحلقات الثلاثة اللي فاتوا ذكرنا 5 أدلة من الدلائل اللي تثبت صدق الشخص اللي بيعلن إنه بيتلقى وحي من الله تعالى، وقلنا ان الدلائل دي عقلية ومنطقية ومستقاة من القرآن المجيد، ولا تعتمد على ظروف معينة ولا على تحقق بعض النبوآت بهذا الشكل او بذلك. وقلنا كمان ان كل الدلائل دي تنطبق على سيدنا رسول الله، فاذا انطبقت نفس الدلائل دي على سيدنا احمد عليه السلام تبقى بلا شك دليل على صدقه، زي ما كان الدليل على صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا لم نذكر الا 5 دلائل فقط، لكن في اكتر من 10 دلائل كلها بتنطبق على سيدنا رسول الله، وجميعها برضو بتنطبق على سيدنا احمد الامام المهدي. وبكده يبقى ثبت بالدليل القاطع صدق سيدنا احمد عليه السلام. فاضل بقى اننا نجاوب على سؤال مهم يمكن يكون لا يزال بيفرض نفسه على أذهان المشاهدين الكرام. طيب، المعايير اللي احنا ذكرناها في المبحث ده ما تعرضتش للنبوءات اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام المهدي، فماذا عن أمر هذه النبوءات؟ وإذا كانت الجماعة الإسلامية الأحمدية هي فعلا الجماعة المباركة اللي أنشئت بأمر من الله تعالى، وإذا كان مؤسسها هو فعلا الإمام المهدي، فليه ما تحققتش النبوءات اللي بتتكلم عن انتصار الإسلام وظهوره على الدين كله؟ صحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد بإن الإمام المهدي هيملأ الأرض قسطا وعدلا زي ما ملئت ظلما وجورا، كمان وعد صلى الله عليه وسلم بإن الله تعالى هيهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. لكن لازم نفهم الوعود دي في ضوء الوعود اللي بيوعد الله تعالى بيها أنبياءه الصادقين. ما حصلش في تاريخ البشرية كلها إن الله تعالى بعت نبي علشان يهب الناس الملك السياسي والزعامة القومية والغلبة المادية ويملأ جيوبهم بالأموال والخيرات وهم على ما هم عليه من البعد عن الله تعالى، تمزقهم الخلافات الدينية وتفرقهم المشاحنات السياسية وتوقع بينهم عداوات الأطماع الدنيوية. فدي مش مهمة الأنبياء، وإن كان بيقوم بها بين الحين والحين بعض القادة والثوار اللي بيقودوا الانقلابات العسكرية أو الثورات الشعبية. فمهمة الأنبياء في المقام الأول هي إقرار عبادة الله تعالى في الأرض. وأول أمر من الله تعالى ذكره القرآن الكريم كان في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولإقرار عبادة الله تعالى أرسل سبحانه جميع الأنبياء والرسل لهذا الغرض، زي ما بيقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. وفصل الله تعالى هذا الأمر فقال عن أنبيائه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله.
وقال كمان وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وقال كمان وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبعدين يأتي النداء اللي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وده هو نفس النداء اللي بيرفعه اليوم الإمام المهدي عليه السلام لإحياء الدين، فبيقول بلسان القرآن للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وعبادة الله اللي من أجلها أرسل الله تعالى كافة أنبياء ورسله، زي ما أرسل في زماننا ده الإمام المهدي عليه السلام، ما هيش فقط صلوات تركع وآيات تتلى وشعائر تؤدى وحج يشد إليه الرحال ومسابح يذكر عليها اسم الله بالتسبيح والتهليل. طبعا كل الأمور دي وسائل بتعين الإنسان على عبادة الله، لكن مش هي في ذاتها العبادة، وإن أطلق عليها مجازا لفظ العبادة. طيب إيه هي العبادة إذن؟ العبادة هي معرفة الله تعالى ومحبته والتقرب إليه والتخلق بأخلاقه والاتصاف بصفاته والاصطباغ بصبغته. فالإنسان يبقى رحيم زي ما إن الله رحيم، ويبقى غفور زي ما إن الله غفور، ويبقى عفو زي ما إن الله عفو، ويبقى ودود زي ما إن الله ودود، وهكذا. يعني تتجلى في الإنسان الصفات الربانية فيصبح إنسان رباني، وده معنى قوله صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله. وده هو الملخص الكامل لبعثته ورسالته اللي عبر عنها صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعبادة الله معناها إن الإنسان يبقى إنسان رباني، وده هو الغرض من بعثة الأنبياء وإرسال الرسل، زي ما بيقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. وتحويل النفوس البشرية اللي كانت بتعيش في دنيا اتملت بالظلم والجور إلى نفوس ربانية تملأ الأرض بالقسط والعدل، ما هيش من الأمور اللي تحصل في أيام أو في سنين. فاللي بيتصوروا إن الإمام المهدي عليه السلام حيملأ الأرض قسطا وعدلا وإن الله حيهلك في زمانه الملل كلها إلى الإسلام، بينما المسلمين نفسهم على ما هم عليه من فرقة واختلاف الرأي والبعد عن الله تعالى، فدول ناس عايشين في وهم كبير، وده بيتعارض تماما مع سنة الله تعالى وبيتناقض مع ما قرره سبحانه في كتابه الحكيم اللي بيقول فيه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. فوعود الله تعالى بالنصر النهائي للإسلام لابد أنها هتتحقق حتما، ولكنها مش هتتحقق بين عشية وضحاها. أيوة هتتحقق في زمن المبعوث، ولكن ده مش معناه إنها لابد تتحقق في حياته. وده هو الفرق الكبير اللي بينساه معظم الناس، فيتصوروا إن كل النبوآت عن الإمام المهدي لابد إنها تتحقق في حياته، مع إن رسول الله ما قالش أبدا إنها هتتحقق في حياته،
إنما قال إنها هتتحقق في زمنه. فحياة النبي هي الفترة اللي بيعيشها في الدنيا دي، وأما زمنه فهي الفترة اللي بتبتدي من أول اختياره للمهمة اللي اختاره الله تعالى من أجلها لغاية ما يجي بعده نبي تاني بشريعة تانية فينتهي زمنه ويبدأ زمن النبي الجديد. وطبعا زمن الأنبياء كلهم انتهى عند بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دينه الإسلام وشريعته القرآن باقية إلى يوم القيامة. وتعالوا نشوف إزاي كانت بتتحقق وعود الغلبة والانتصار للأنبياء. فجاء موسى عليه السلام إلى قومه ووعدهم بأن الله قضى بأنه يجعلهم ملوك ويمكنهم من إنشاء مملكة عظيمة في الأرض المقدسة. فقال الله تعالى على لسان موسى بقى: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فإمتى تحقق الوعد الإلهي ده؟ ما تحققش في حياة موسى عليه السلام، بل إن موسى عليه السلام نفسه مات قبل ما يحط قدمه في الأرض المقدسة، ولكنه أنشأ جماعة من المؤمنين مرت عليهم سنين وسنين، حتى إذا ما انقضت 3 قرون من بعد موسى عليه السلام اتحقق الوعد وأسس بني إسرائيل مملكة قوية في الأرض المقدسة وصلت إلى أوج مجدها في زمن داود وسليمان عليهما السلام. وبكده اتحقق الوعد الإلهي في زمن موسى عليه السلام مش في حياته، لأن زمنه بيمتد لغاية زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك كان الأمر بالنسبة لعيسى عليه السلام، فالله تعالى وعده بأنه هيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فإمتى تم تحقيق الوعد الإلهي ده؟ برضو سيدنا عيسى أنشأ جماعة من المؤمنين كانت قلة من المستضعفين في الأرض، عانوا من اضطهاد اليهود والرومان العناء الشديد، كانوا بيتقتلوا بيتصلبوا وبيتحرقوا بالنار ويترموا للوحوش المفترسة. واستمر الاضطهاد ده لمدة 3 قرون لغاية لما جه القرن الرابع ودخل الإمبراطور قسطنطين في المسيحية، فتوقف اضطهاد أتباع المسيح وتحقق الوعد الإلهي في زمن المسيح ومش في حياته، لأن زمنه برضه بيمتد لغاية زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يختلف الأمر مع سيد البشر وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى بعثه للناس كافة ليكون نذيرا ورحمة للعالمين، وأمره أنه يبلغ رسالته للناس أجمعين، ووعده بأنه سبحانه هيجعل لدينه الغلبة والانتصار على الأديان كلها، وأكد له أن الحق هيعلو ويظهر وأن الباطل هيزول ويزهق. فهل اتحققت الوعود والأنباء دي كلها في العالم أجمع وبالنسبة للناس كافة؟ هل تم انتصار الإسلام على اليهودية والمسيحية والهندوسية والبوذية وغيرها من أديان الأرض؟ هل ظهر الحق وعلى وزهق الباطل واندثر من الدنيا؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وما كانش خرج دين الإسلام من نطاق شبه الجزيرة العربية. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق انتصار عظيم على أعدائه في مكة وفي الطائف، وفي خلال 3 قرون كان الإسلام انتشر من الأندلس في أوروبا إلى حدود الصين في آسيا. لكن رسول الله ما كانش رسول لمكة والطائف وبس أو إلى أوروبا وآسيا فقط، إنما كان رسول للإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية وللهند وللصين ولليابان والهنود الحمر من سكان أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والسكان أستراليا. والقارات الثلاثة دول ما كانش تم اكتشافهم لسه في ذلك الوقت، ولا يجرؤ أي مسلم عاقل في الدنيا أنه يعتبر عدم تحقق النبوءات والوعود في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على عدم بعثته صلى الله عليه وسلم، زي ما بيحاول بعض الناس النهاردة يعتبروا عدم تحقق امتلاء الأرض بالقسط والعدل دليل على عدم بعثة الإمام المهدي عليه السلام. وحقيقة الأمر إن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيمتد لغاية يوم القيامة، لأنه جاب آخر الشرائع وخاتم الأديان، ولن يأتي بعده نبي ينسخ شريعته أو يبطل دينه. وعلى هذا فدينه باق لكل زمان ومكان، وزمنه صلى الله عليه وسلم مستمر إلى يوم القيامة. وكل الوعود المتعلقة بانتصار الإسلام وظهور الحق وزهوق الباطل هتتحقق حتما، إنما هتتحقق في زمنه ومش في حياته. كذلك فالوعود اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام المهدي هتتحقق حتما، ولكن هتتحقق في زمنه ومش في حياته، فحيث إنه هو من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خادم من خدامه، يبقى زمنه هو زمن سيده ومولاه ويستمر برضه إلى يوم القيامة. وآدي الإمام المهدي عليه السلام أنشأ جماعة من المؤمنين علشان تتولى العمل والسعي والجهاد من أجل تحقيق وعد الله تعالى. والجماعة دي ما هيش حزب سياسي عاوز يوصل للسلطة أو بيتطلع للحكم، فالحكم وسلطانه في إيدين الكتير من أهل الأرض، بل هو في إيدين الكتير من المسلمين. فعملوا بيه إيه؟ طبعا تغيير الواجهات السياسية ما بيغيرش شيء من المأساة اللي بيعيشها المسلمين. إيه اللي عملته إيران لخدمة الإسلام؟ وهل يبدو إن الإيرانيين اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافهم لنشر الإسلام في العالم منهم يوم ما تحولت إيران للحكم الإسلامي؟ إيه اللي عمله السودان لخدمة الإسلام؟ وهل يبدو إن السودانيين النهاردة أقرب إلى تحقيق أهدافهم لنشر الإسلام في العالم منهم يوم ما تحول السودان للحكم الإسلامي؟ إيه اللي عملته باكستان لخدمة الإسلام؟ وهل يبدو إن الباكستانيين اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافهم لنشر الإسلام في العالم منهم يوم ما قامت دولة باكستان، وهي اللي ما قامتش إلا على أساس الإسلام؟ إحنا إذا سألنا وكررنا نفس السؤال بالنسبة لكل الدول الإسلامية لكان الجواب برضو متكرر مهما كان الجواب. فتغيير الحكم من غير تغيير نفوس المحكومين وأخلاقهم لا طائل منه، ولا فيه فايدة ولا فيه خير للإسلام. فلابد أن الناس يغيروا ما بأنفسهم أولا عشان يغير الله تعالى من أحوالهم. ومن غير المعقول أن الناس اللي عايشوا في عالم مليان بالظلم والجور وانتشر فيه الإثم والفساد، مش ممكن أن هم يغيروا بأنفسهم ما بأنفسهم. فلو كان بإمكانهم أنهم يعملوا كده لوحدهم كانوا عملوه خلال الأربعتاشر قرن اللي فاتت، وأدي كتاب الله وسنة رسوله بين إيديهم طول القرون اللي فاتت، ولكنهم مع ذلك لا يزدادوا إلا فرقة وتشتت، ولا اكتسبوا إلا خلاف ونزاع، ولا ينمو بهم بينهم إلا العداوة والبغضاء والشحناء. فإيه اللي بينقصهم؟ بينقصهم الإمام الحكم العدل اللي يجمع شملهم ويوحد كلماتهم ويغير ما بينفسهم ويوصلهم بالله تعالى. ولذلك كان من رحمة الله تعالى على هذه الأمة إنه أرسل الإمام المهدي عشان يدعو اللي بيعيش في ظلام الكفر إلى نور الإسلام، ويدعو المسلمين اللي مزقتهم الأحقاد والخلافات إلى طريق رسول الله وإلى مكارم الأخلاق، يعني يدعو الناس جميعا إلى العبادة الحقيقية، عبادة الله تعالى. وده أمر مش هيتم في سنوات قليلة، ومئات السنين في عمر الشعوب وعمر الدنيا ليست إلا كبرهة من الزمن. وآدي الإمام المهدي عليه السلام أنشأ جماعة المؤمنين، فإيه اللي حققته الجماعة المباركة دي في القرن اللي فات؟ الدنيا كلها قامت ضد الجماعة المباركة دي وحاولوا القضاء عليها بكل ما في وسعهم من قوة، ولكنها بتزداد قوة وتقدم، تمتص الصدمات وتكتسب منها قوة وطاقة جديدة، تخوض غمار المحن والابتلاءات وتخرج منها أصلب عودا وأشد عزما، يغتال الأبرياء من أفرادها غدرا وغيلة فينضم إليها الألوف والملايين من الأفراد الجدد، يحكموا على أفرادها بالسجن ظلما وجورا زي ما بيعملوا في باكستان فيجعل الله لهم سبيلا، يصموا أفرادها بالكفر ويخرجوهم من الإسلام زورا وبهتانا فيبارك الله تعالى في أعمالهم وأقواتهم وأرزاقهم،
يحاولوا انهم يخرجوهم من ارضهم ويطردوهم من بلادهم، فيدخلهم الله تعالى مدخلا يرضونه في بلاد غيرها، يهدموا مساجدهم ويخربوا بيوتهم فيمكنهم الله تعالى من بناء اضعاف اضعاف اللي خربوه، يفرضوا عليها تعتيم اعلامي عشان الناس ما تعرفش عنها حاجه، فيهيئ الله لها قناه فضائيه عشان توصل بيها لكل مكان في الارض وتدخل لكل بيت. وكفايه ان الواحد ينظر لاحوال العالم الاسلامي اليوم وينظر لاحوال الجماعه الاسلاميه الاحمديه عشان يشوف ازاي ربنا بيقف الى جانب هذه الجماعه الصادقه المخلصه ويؤيدها بروح من عنده، لانها جماعه الامام المهدي عليه السلام. فعلى الرغم من ان العالم الاسلامي بيجمع العديد من الدول اللي تملك الجيوش وتملك من مصادر الطاقة والمعادن والخامات والبترول القدر الكبير، وفاضل مال فيها حتى ان دولة واحدة زي السعودية بيدخل في خزينتها مع مطلع كل شمس مبلغ 200 مليون دولار من انتاجها للبترول. طبعا الكلام ده كان من اكتر من 10 سنين لما كتب الكتاب ده، هو انما دلوقتي بيدخل خزينة السعودية كل يوم كل صبيحة شمس بيدخل 500 مليون دولار أو أكثر. ومع هذا فقد رأينا إزاي كان المسلمين بيموتوا جوعا في الصومال، وشفنا إزاي المسلمين في البوسنة كانوا بيموتوا على أيدين الصرب اللي قتلوا الرجال واغتصبوا النساء واعتدوا على الأطفال، بينما وقف العالم الإسلامي بأجمعه وبكل قواته وبكل إمكاناته كأنه مغلول الأيدي، مقيد الأطراف، فاقد القدرة على الحركة، بل إنه فقد القدرة على النطق والكلام. وحتى إذا ما استنكر وشجب وأدان واعترض فلا حد يكترث باستنكاره، ولا حد يلتفت إلى شجبه، ولا حد يهتم بإداناته، ولا حد يأبه باعتراضاته. فالعالم أجمع أصبح يعلم إن الدول الإسلامية أصبحت زي ما وصفهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما قال غثاء كغثاء السيل. وفي الجانب المقابل نرى الجماعة الإسلامية الأحمدية على قلة مواردها بتمشي من نصر إلى انتصار، ومن عزة إلى إكرام، ومن نجاح إلى تقدم، حتى إنها أرست أركانها في قارات العالم الستة، وأسست مراكزها النهاردة في 189 دولة من دول العالم، وكانت هي الجماعة الإسلامية الوحيدة اللي كان لها سبق إنشاء أول مسجد في العديد من البلدان والعواصم الأوروبية، وهي أول من أقامت المدارس وبنت المستشفيات وزودتها بالأطباء في الدول الأفريقية، وقامت بترجمة معاني القرآن الكريم إلى 79 لغة، وتم فعلا طبع ونشر القرآن الكريم المترجم إلى هذه اللغات، أو بعض اللغات ما زال ينتظر النشر. وقامت كمان بترجمة مختارات من القرآن الكريم ومختارات من الأحاديث الشريفة ومختارات من أقوال المهدي، وتم نشر الترجمات دي في حوالي 100 لغة، ده غير الآلاف المؤلفة من الكتب والنشرات والمجلات والمطبوعات اللي بتنشرها الجماعة في جميع أنحاء العالم. أضف إلى ذلك ألوف المساجد اللي بنتها الجماعة على أرض القارات الستة لنشر الإسلام بين ربوعها. وأخيرا تم بفضل الله تعالى إقامة قناة فضائية تبث برامجها لمدة 24 ساعة يوميا، ويغطي إرسالها جميع أنحاء المسكونة من اليابان شرقا إلى سواحل المحيط الباسيفيكي غربا، ومن سيبيريا شمالا إلى جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية جنوبا. صحيح إن الله تعالى أنعم على الدول الإسلامية بالكثير من النعم والخيرات والثروات، ولكن رغم كل ده كل الثروات دي فلن تستطيع أي دولة منها، ولا حتى منظمة الدول الإسلامية ولا رابطة العالم الإسلامي، أن تزعم بأنها قامت بمثل هذا العمل اللي قامت به هذه الجماعة المباركة جماعة الإمام المهدي. إنما أعظم الأعمال قاطبة اللي بتفخر بها هذه الجماعة المباركة هو الدعوة إلى الله تعالى وتغيير نفوس الخلق وإيصالها بالله تعالى. طبعا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن على المرء أن يسعى وعليه أن يكد ويكدح، ثم على الله التوفيق.
فالجماعة أعدت كوكبة من الدعاة أرسلتهم في العشرينيات إلى أدغال أفريقيا وإلى الشرق الأوسط وإلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى دول آسيا. وراح هؤلاء الدعاة يدعون الناس إلى عبادة الله تعالى وإلى التخلق بأخلاق الله وإلى التحلي بمكارم الأخلاق. فده هو طريق رسول الله، وده هو الإسلام الصحيح اللي ارتضاه الله للناس دينا. ومن ما يقرب من 100 سنة لما بدأت هذه الجماعة بداية متواضعة في ركن من بيت متواضع في من مدينة لودهيانا، كان عدد أوائل الناس اللي انضموا تحت لواءها لا يزيد عن عدد الصحابة الكرام اللي خرجوا في غزوة بدر، يعني حوالي 313 فرد، ولكنهم حسب تقدير تعدادهم من 30 سنة كانوا بلغوا 10 ملايين. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فرغم أن بين أفرادها الأبيض والأسود والأوروبي والأفريقي والأسيوي والأمريكي جم جميعا من مختلف الأديان، فمنهم من كان يدين بالهندوسية، ومنهم من كان يدين بالبوذية، ومنهم من كان يدين باليهودية، ومنهم من كان يدين بالمسيحية، بالإضافة إلى من جاءوا من بين المسلمين المخلصين. فقد صار الجميع الآن تظللهم راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلهم بيعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، بل توحدت كلمتهم واتفق أمرهم واتحدت إرادتهم، وكلهم بيدينوا بالولاء والطاعة لقائد واحد وإمام واحد هو خليفة الإمام المهدي عليه السلام، وهو حاليا في سنة 2007 سيدنا ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للإمام المهدي، أيده الله تعالى بنصره العزيز وبارك في عمره وأمره. والطريق ما زال طويل، ولكن الجماعة بفضل الله تعالى بتقترب اقتراب سريع من الهدف، وتقدر العين المخلصة اللي بتنظر بنور الله إنها تشاهد في الغرس اللي يبدو اليوم لا يزال صغير في أعين الناس، تقدر تشوف في الغرس الصغير ده ملامح الشجرة الباسقة الوارفة اللي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ودي هي شجرة جماعة المؤمنين، جماعة الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك أكد الإمام المهدي عليه السلام على أن انتصار الإسلام وظهوره على الدين كله سوف يتحقق بمشيئة الله تعالى قبل ما ينقضي القرن الثالث من بعثته. فقال: اسمعوا جيدا أيها الناس، اسمعوا جيدا أيها الناس جميعا، إنه لمما أنبأ به خالق السماوات والأرض أنه سوف ينشر جماعته هذه في البلاد كلها ويجعلهم غالبين على الجميع بالحجة والبرهان. ولسوف تأتي أيام، بل إنها لقريبة، حين تكون هذه الجماعة هي الجماعة الوحيدة التي تذكر في العالم بالعز والشرف. إن الله سوف يبارك في هذه الجماعة والدعوة بركات كبرى خارقة للعادة، ويخيب كل من يفكر في القضاء عليها، وسوف تستمر هذه الغلبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعدين بيقول: ولن ينقضي القرن الثالث بدءا من هذا اليوم، حتى لن يكون في العالم إلا دين واحد وإمام واحد. لقد جئت لأبذر البذرة، وقد زرعت تلك البذرة بيدي، ولسوف تنمو الآن وتزدهر، ولن يستطيع أحد أن يعرقل نموها. والآن السؤال إليك أيها المشاهد الكريم: أين تقف اليوم؟ وأين ستقف غدا أمام رب العالمين في يوم الموقف العظيم؟ هل تكتفي بأن تكون من صفوف المشاهدين أم تكون من جماعة المؤمنين؟ وإلى أن نلتقي مرة أخرى، لكم مني أفضل الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.